السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتحان الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر القسم العلمي للعام الدراسي 2011-2012 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. المسألة عن المغناطيسية. يظهر الشكل المجاور ملفا لولبيا مكونا من 50 لفة. بنظر للشكل بلاحظ عطى للملف اللولبي الرمز الرقم 1 وللملف الدائري رقم 2، لذلك بكتب بالمعطيات N1 وتساوي 50، يعني 1 لللولبي و2 للدائري ملفو وطوله طول الملف اللولبي. رمز طول الملف اللولبي L ملفوف على أنبوب ورقي فارغ يعني الهواء في الداخل، وملفا دائريا نصف قطرة، نصف القطر رمزه R، مكون من 25 لفة. N2 لأن قلنا رقم 1 لللولبي ورقم 2 للدائري. ينطبق محوره على محور الملف اللولبي، هذا هو المحور، هذا المحور، ويمر به تيار مستمر شدته، هي I2 حطينا I2 وتساوي 7.0 أمبير. إذا كانت هنا مفتاح الحل، إذا كانت محصلة شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري ميم تساوي الصفر، هون مفتاح الحل. احسب شدة التيار الكهربائي I1 المار في الملف اللولبي، ثم حدد على الرسم اتجاهه. إذا بدنا مقدار I1 ونحدد الاتجاه. ماذا نفعل؟ كون عنا اتجاه التيار المار في الملف الدائري بقدر أحدد اتجاه المجال المغناطيسي للملف الدائري بتطبيق قاعدة قبضة اليد اليمنى، الأصابع باتجاه التيار والإبهام باتجاه المجال. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأنه ملف دائري وأصابعي الأربعة هتكون بشكل دائرة ملفوفة، والمجال المغناطيسي داخل الملف الدائري خط مستقيم مثل الإبهام، فنرسمه يكون له هذا الشكل، هذا بي واحد أي بي اثنين لأن قلنا الرقم 2 للملف الدائري. بما أنه ذكر أنه محصلة المجال المغناطيسي عند مركز الملف ميم تساوي الصفر، ماذا تستنتج؟ أن مجال الملف الدائري يساوي ويعاكس مجال الملف اللولبي. إذن حرسم متجه يعاكس المتجه B2 وله نفس الطول، معناته B1 تساوي B2 على حسب ما ذكر في المسألة. كون اتجاه B1 نحو الغرب معناته بقدر أحدد أقطاب الملف اللولبي، حتكون هذه N وهذه S. ليش؟ لأن بنعرف دايما المجال المغناطيسي لملف لولبي يخرج من القطب الشمالي، إذن حددنا هون أقطاب الملف اللولبي. هلا كيف بدنا نبدأ؟ بنبدأ من المعطى، المعطى إنه B1 تساوي B2. شو اللي عندنا مشترك؟ ميو. شو المجهول؟ I1. نستخرجها ومنعوض، تطلع عنا هاي مقدار التيار I1، وحددنا الأقطاب قطبي الملف المغناطيسي. بهالطريقة بنكون خلصنا المسألة، وبتمنى أكون وصلت لكم الفكرة، وفي أمان الله. إذا ما فهمت من أول مرة عيدها مرة واثنين وثلاثة.